نحن نرفع صورتك. قميص مهسا أميني أم قميص عثمان؟ هل هي الحرب يا صديقي؟ ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله تعالى أجوركم بذكرى استشهاد ورحيل الإمام علي بن موسى الرضا، وطبعا قبل كل شيء بذكرى رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، حرص الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على أن يرفع صورة الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني أمام الحاضرين، وتحدث عن دور الشهيد القائد قاسم سليماني في محاربة الإرهاب وإجهاض دولة داعش الإرهابية، و بلا شك إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين. ما إن تحدث الرئيس إبراهيم رئيسي عن الحاج قاسم وما إن ذكر اسم الحاج قاسم إلا وقام الوفد الصهيوني، وفد دولة غير شرعية قائمة على الاغتصاب في فلسطين المحتلة، قاموا وغادروا جلسة القمة أو هذا الاجتماع العام السنوي الذي تعقده الأمم المتحدة. هذا أمر طبيعي، لكنه أيضا يتسم بالشجاعة. أنتم تعرفون أن الرئيس إبراهيم رئيسي فرضت عليه أيضا هو نفسه عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات غير شرعية أحادية الجانب. وأثار حضور الرئيس إبراهيم رئيسي في الاجتماع في نيويورك جدلا داخل المنظومة الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا الحزبين الرئيسين، الحزب الجمهوري وطبعا الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، بل حتى داخل الحزب الديمقراطي وهذه الذريعة المعروفة، يعني أنه عقوبات على الرئيس لأن إبراهيم رئيسي مارس ممارسات ضد من ما يسموها بحقوق الإنسان. بس إيش سوى إبراهيم رئيسي؟ إبراهيم رئيسي في عقر دارهم فضح ازدواجية المعايير. هذه السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة وعموم الغرب، تحدث عن الغرب برمته، سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتحديدا فيما يتعلق بحقوق المرأة، ورفع صورة الشهيد القائد. طبعا هذا الأمر أثار تساؤلات في الأوساط العراقية، العراقيين الذين استشهد القائد قاسم سليماني ورفيق دربه القائد أبو مهدي المهندس في سبيل دحض داعش من بلاده، تساءلوا طيب وماذا سيفعل رئيس وزرائنا ممثل العراق في هذا الاجتماع؟ ماذا سيفعل؟ مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، ممثل العراق في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، هل سيحمل صورة الشهيد أبو مهدي المهندس؟ لم يحصلوا على جواب، فأطلقوا هاشتاج نحن نرفع صورتك. بلكي حيس، بلكي حيس السيد مصطفى الكاظمي، يعني صورة رجل دافع عنك لولا هو
لما كنت أنت في نيويورك تخطب. لولا قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وطبعا قواتنا الأمنية البطلة، الحشد الشعبي المقدس، وأنتم أيها الشعب العراقي العظيم، للعبت داعش برؤوسنا في أي مكان نحن فيه، حتى هنا في بريطانيا. وتحدث الرئيس إبراهيم رئيسي عن دور الشهيد قاسم سليماني. قد تتساءل لماذا لم يذكر اسم أبو مهدي المهندس؟ أنا أعتقد حسنا فعل، لأنه رئيس دولة العراق، يعني من يمثل دولة العراق هو الذي يفترض به أن يقوم بهذا الدور ويرفع صورة الشهيد أبو مهدي المهندس ويقول لماذا قتل هذا الرجل وهو يقاتل ويدافع، وقاتل داعش باعتراف الرئيس الأمريكي نفسه السابق الذي أمر بقتلهما. أنت تعرف ترامب في مناظراته مع هيلاري كلينتون تحدث علنا قال أنا أعرف، نعم روسيا حاربت داعش في سوريا، سوريا الرئيس بشار حارب داعش، هذا كلام ترامب. إيران حاربت داعش. طيب من هو الذي يتولى أو كان يتولى الحرب ضد داعش في سوريا؟ الشهيد القائد قاسم سليماني. ما هذا التناقض وما هذه المفارقة؟ بعد ذلك هو الذي يصدر أمر اغتيالهما. هذا إلى معنى، والمعنى واضح، أنهم يريدون أن يبقى هذا التنظيم الإرهابي. وهسه وبعد الآن قاعدين يتحدثون أن داعش أخذت تصعد من عملياتها، وأنا ذكرت لكم سابقا في هذا البرنامج خارج الحدود وبالأرقام واستنادا إلى صحف أمريكية متخصصة، ميليتري وان، ديفنس وان، ميليتري أوف أمريكا، صحف أمريكية متخصصة بالقضايا العسكرية، قالت خصوصا، أنا أشير فقط إلى ما له علاقة مباشرة باغتيال الشهيدين، تقول تصاعدت عمليات هذا التنظيم الإرهابي وتضاعفت في الثلث الأول من 2020 بعيد اغتيال القائدين، ووصلت إلى 70% وبعدين وصلت إلى 100%. والكارثة نفس هذه الصحف الأمريكية المتخصصة، أمريكية رسمية، بعضها يصدر عن البنتاغون وزارة الدفاع، تقول القوات الأمنية العراقية بشكل عام، يعني جيش، جهاز مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، قادرة لوحدها على مواجهة هذا التنظيم الإرهابي، ما يعني أنه لا حاجة للقوات الأمريكية وقوات الناتو للتواجد على الأراضي العراقية. بس تقول لي طيب هم انسحبوا؟ لا لا، هم لم ينسحبوا، والدليل سنتحدث عنه، واحد من الأدلة سنتحدث عنه في المحور الثاني عندما نتحدث عن قميص مهسا أميني الذي أصبح كما يعبر بقميص عثمان، عندما قتلت فتاة عراقية برصاص القوات الأمريكية، وهذه الفتاة العراقية مقتلها لم يحرك ضمائر أولئك الذين رفعوا قميص مهسا أميني في العراق مثلا. ابقوا معنا. قميص مهسا أميني تحول إلى قميص عثمان، بالضبط تماما
الآن يرفعون قميص مهسا أميني. أنا لا أريد أن أتحدث عن الداخل الإيراني، هذه قصة معروفة، لأنه في إيران باستمرار عندما تنشط إيران في الصعيد الدولي في الصعيد الإقليمي تحقق انتصارات كبيرة، يخلقوا لها أزمات داخلية، محاولة للضغط على إيران خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات النووية. إيران يعني متمسكة إيران بقضية الضمانات وبأن يتم إنهاء ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومزاعمها السياسية حتى لا تستخدم كحرب أيضا مرة أخرى ضدها بعد العودة إلى الاتفاق النووي. إيران ذهبت إلى شنغهاي كما تعلمون وأصبحت عضوة دائمة في هذه المنظمة العالمية التي تضم أكثر من نصف سكان العالم. إيران التي الآن أجبرت الغرب والشرق وكل الدول التي حاربتها حتى في المنطقة، أجبرتهم على أن يتفاوضوا معها. الأزمة في اليمن تم تبريدها مؤقتا لأنه حصل هنالك انفراج في العلاقات الإيرانية السعودية. السعودية تركض خلف إيران لأنه العلاقة مع إيران على الأقل من وجهة نظر السعودية تجعلها تتنفس الصعداء قليلا. ولاحظتم بقية دول مجلس التعاون كلهم يهرعون إلى إيران. الإمارات أعادت إرسال سفيرها الكويت قبل ذلك وهكذا. إن إيران تنتصر في سوريا، إيران تنتصر في كل الأماكن أو في كل المناطق التي هي منخرطة فيها. لا أريد أن أقول أن هذه الانتصارات بالتأكيد تجعل الولايات المتحدة والسي آي اي وقوى غربية أخرى، ناتو أيضا، تحاول إثارة مشاكل في داخلها للضغط عليها، لأنهم يعرفون جيدا أن نظام الجمهورية الإسلامية باق لا يستطيعون إسقاطه بمثل هذه الأعمال. لكن أقول لماذا هذه الإزدواجية في المعايير؟ وحديثي لمن رفع قميص مهسا في العراق، في دول عربية أخرى هي حكامها أنظمتها يخضعون للانتصارات الدبلوماسية التي تحققها إيران ويفتقدون، وخصوصا المملكة العربية السعودية أكون معكم صريحا، يفتقدون إلى معايير الاهتمام بحقوق الإنسان خصوصا المرأة تحديدا. لكنهم شغلوا ماكنتهم الإعلامية على قدم وساق ضد إيران، وإيران تشتعل والحجاب، انزعوا الحجاب واخلعوا الحجاب. لا أنا حديثي مع أولئك الذين وخصوصا العراقيين إخواننا في العراق الذين على مقربة منهم قتلت زينب عصام خزعلي، هذه الصبية المحجبة. شوفوا المفارقة، هم يرفعون قميص مهسا أميني التي احتجزت أو بالأحرى استدعيت إلى شرطة الأخلاق ولجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتوجيهها حول لباسها في موضوع الاحتشام ليس إلا. والفيلم شوفوا الفيلم الذي بثته السلطات الإيرانية الرسمية، وبإمكان أي خبير أن يتحقق من هذا الفيلم، يثبت بأن هذه الفتاة رحمها الله توفيت في غرفة التوجيه، لم تتعرض إلى ضربة. بعدين التحقيقات أكدت ذلك، تحقيقات رسمية أجريت. وإيران ترى ما عندهم لحية مسرحة، يقولون ويحكون بكل صراحة، أحكي لكم إياها بكل ثقة، من يريدون يسوون شيء يقولون هذا هو كذا وهذا السبب يحكون، ولا كأنه ليش ما أصلا في إيران ما لا يمكن إخفاء شيء، لأن في إيران توجد حرية ليفتقدها الآخرون. قبل أيام راحوا إلى دار للأيتام، شو سووا بالمملكة العربية السعودية
بالبنات اليتيمات، نزعوا حجابهن. نسوا جمال خاشقجي كيف قطع بالمنشار تقطيعا. بس يجون ذولي ينسون ولا يذكرون شيئا عن زينب عصام. ليش؟ ليش؟ وهذه قتلت برصاص القوات الأمريكية، لنقول الناتو التي تقودها القوات الأمريكية بالنتيجة. ليش؟ ليش هذا الإصرار من بعض النواشيط وبعض المسولفتشي وبعض من يحسبون أنفسهم على الإعلام؟ ليش إصرار على قضية في دولة أخرى لكنهم يتجاهلون وكأن على رؤوسهم الطير؟ أي ذكر، أي ذكر لزينب عصام. هسه اليوم بعد ما ضجت الضجة، والله شنو، العراق يفتح تحقيقا في مقتل فتاة في إطلاق نار. شوف العنوان، شوف حتى هذا، يعني هذه وسائل الإعلام التي رفعت قميص مهسا أميني، نفس هذا الموقع شي يقول: وميليشيات موالية لإيران تلقي باللوم على القوات الأمريكية. ليش ميليشيات وليش موالية لإيران؟ يريدون يحطون وحدة بمقابل وحدة، وهي حقيقة قائمة أصلا ما يحتاج إلى فتح تحقيق مثل التحقيق الذي فتح في فتنة الخضراء، وحتى يومك هذا ماكو نتائج حوله. الكل يعترف، حتى أولئك الذين نفذوا وأمروا بما حصل في الخضراء في ذلك اليوم المشؤوم أواخر أغسطس، يعترفون بأنهم هؤلاء ميليشيا وقحة. لا، هذولي يجون في الاشياء موالية، مثل أقول مثل ذلك التحقيق، تحقيق يؤكد أنه هؤلاء ميليشيات وقحة خارج إطار الدولة، قتلت عراقيين، قتلت قوات أمنية. وهذا كبارك أمريكي، وهذا يثبت لك كذب مقولة أن القوات الأمريكية تحولت إلى مدربين ومستشارين. وكنا قلنا سابقا بأن نفس القوات الأمريكية، نفس البنتاغون يقول: احنا ما قمنا به هو ليس انسحابا، احنا غيرنا اليونيفورم وغيرنا الاسم من قوات قتالية الى قوات. نفسهم نفسهم، المدرب الى خصوصيته والمستشار الى خصوصيته. وروحوا اسألوا منفذ جريشان على الحدود العراقية الكويتية في البصرة وشوفوا القوات الأمريكية الرائحة والجاية، قوات أمريكية بالعدد والعديد والعدة تروح وتجي. شوف هذه المواقع التي تدعمها دول معنية بالتحريض على داخل العراق وبالتحريض أيضا على إيران، بالرغم من أن حكام هذه الدول قلت لكم ذهبوا إلى إيران لتقديم آيات الولاء والطاعة. عمي احنا نريد نتفاهم وياكم بعد ما خسروا في اليمن وفضحوا في اليمن. وشكك العديد من العراقيين في يقين، بين قوسين يحطوها، الميليشيات والنشطاء الموالين لإيران بشأن تورط الولايات المتحدة قبل التحقيقات، ويجيب لك أسامي. طبعا هذا التقرير باللغة الإنجليزية تم إعداده بعناية، ركز على تغريدات محددة من أناس لهم ضلع كبير في إثارة الاضطرابات في تشرين 2019، ولهم مواقف يعني سلبية مسبقا من الجمهورية الإسلامية ومن الحشد الشعبي، انتبهوا، ومن فصائل المقاومة
ويطالبون ببقاء القوات الأمريكية ويبررون للتنظيمات الإرهابية. ابقوا معنا. هل هي الحرب يا صديقي؟ إخواني وأخواتي، تلاحظون نحن نعيش هذه الأيام تطورات ظاهرها يشير إلى التصعيد، ظاهرها. مثلا روسيا، هنالك تصعيد من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدد باستخدام الأسلحة النووية بشكل واضح وصريح، وهذا يحدث لأول مرة. قام بدعوة المجندين الروس، يعني الذين خدموا سابقا الاحتياط، قام بدعوتهم للتعبئة مرة أخرى والالتحاق. 300 ألف واحد راد الآن يريد يدخلهم إلى الجيش الروسي من جديد. عندك في الجمهورية الإسلامية عرض عسكري هائل في ذكرى الحرب التي شنها نظام صدام، بل صدام بنفسه، على الشعبين العراقي والإيراني. هنکنون شاهد رزید رژه شوهافرین مرزبانان قیور فرماندهی انتظامی کل جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه هستیم، با شهامت مثل شیران در کمین، تا شهادت حامی ایمان و دین، جان به کف راه شهادت می روند. آفرین بر غیرت این مرزبانان، آفرین. به نام خدای نسب آفرینان، مریدان رهبر، دلیران رهبر، همان سبز پوشان عرصه نسب رهبر، انتظامی کشور تبلور پاسداری از وصیت امیر مؤمنان است. اوصیکم بتقوی الله و نسب امرکم، قسم به پاکی خون بیش از 13,000 شهید گلگون کفن فراجا. کارکنان انتظامی کشور برای هموطنانشان جان میدهند. برسد به گوش بیگانگان، کارکنان انتظامی به عشق هموطنانشان جان میدهند. گواه این ادعا 13,000 جوان شهید فراجا این در این میدان. في اليمن استعراض عسكري هائل يثير الرعب في قلوب المناوئين، يفرح الأصدقاء. أسلحة دفاع جوي، صواريخ جديدة، طائرات مسيرة، شاركت في عرض العيد الثامن لثورة 21 سبتمبر. طبعا صواريخ أرض جو، منها معراج وصقر، ومنظومات صادق، حيدر، شوف الأسامي الحلوة، رادار بي 19 وغيرها. اليمن، ولا كأنه هذه اليمن تعرضت إلى عدوان عسكري كبير شاركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الكيان الصهيوني، ألمانيا، فرنسا، دول كبرى، بالإضافة إلى ما سمي بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وإيران، إيران هذه إيران التي تعرضت أيضا لثماني سنوات من العدوان الذي شنه صدام، صدام أقول صدام. طبعا لا أبرئ الحزب الذي قاده أو النظام الذي كان يقوده، لكن الحقيقة والواقع وهذا التاريخ يسجل لنا ذلك، صدام كان بنفسه يخطط ويتفق مع قوى أقليمية ودولية لشن الحرب على الجمهورية الإسلامية حتى قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية ويزيح أحمد حسن البكر. ومذكرات وقادة عسكريين كبار في نظام صدام السابق، وقادة في حزب البعث الذي
كان صدام نفسه قام بقتل الكثير منهم في مجزرة قاعة الخلد كما تعلمون. طلعون يحشون وشوفوا، روح بجوجل، روح باليوتيوب وراح تشوف هذه الحرب العبثية المجنونة. رغم كل ذلك خرجت الجمهورية الإسلامية دولة قوية قوية. الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية عندما أخبروه جو قالوا له بنفس اللحظة التي صدام قام باجتياح كبير للأراضي الإيرانية، دخل من دسفول، من الأهواز، من راد يوصل العبدان، وصل العبدان حاصرها ما قدر يدخل، خرمشهر أخذها، أماكن في قصر شيرين وبالغرب دخل، يعني خلاص يعني يريد يوصل إلى طهران. تعرفون قصر شيرين، كرمانشاه، هذه أماكن قريبة على طهران. ودولة استوها، يعني الحرب وقعت في 22 سبتمبر أيلول 1980. الثورة الإسلامية في إيران انتصرت في 11 شباط 1979، فترة بسيطة. الجيش الإيراني مفكك لأن الكثير الشاه أسس جيش للدفاع عن نفسه، عنه هو، حتى به فيلق كبير، لواء كبير يسموه جافيدان الخالدون. شلون صدام سوى الحرس الجمهوري والحرس الخاص، هذا لواء كبير، ذولي ماكو، قافلين على الشاه. فبالتأكيد بعد سقوط نظام الشاه وانتصار الثورة الإسلامية والكثير منهم ارتكب جرائم في المظاهرات، والمظاهرات مو بس هاي اللي بالأخير أدت إلى إسقاط هذا الشاه، يعني اللي اندلعت في نوفمبر مثلا 1900 أو تصاعدت في نوفمبر 1978، لا قبلها وقبلها وقبلها، انتفاضة 15 خرداد، 4 حزيران يونيو 1964، 15,000 واحد قتل في طهران. من اللي ارتكب هذه الجرائم؟ الجيش، هناك الجيش يقمع. فبالنتيجة يعني هكذا محكمة الثورة الله يرحمه صادق خلخالي، والكثير منهم تم إعدامهم، اعترفوا بجو، معروفين قادة كبار، والكثير منهم هربوا، والجيش تفكك. وأراد بازرقان أصلا يحل الجيش، لكن الإمام الخميني بيقظته رفض فكرة حل الجيش. بس خب طبعا ترميم الجيش يراد لوقت، وإجا صدام سوى هذه الحرب على الجمهورية الإسلامية. من قال له الإمام بجوله، قال له يا أبا ترى صدام فعل كذا وكذا، دخل قال لهم وبالعربي، بالعبارة بالعربي: تبقى خالدة، الخير فيما وقع. طلعت إيران التي كانت تتعرض إلى مدنها إلى صواريخ أرض أرض، وما عندهم صاروخ يدافعون به عن أنفسهم. الآن إيران دولة صاروخية. الآن في المفاوضات التي تجري بين إيران ودول 5+1 قبل لا تنسحب الولايات المتحدة، دائما ما يثيرون قضية يا أبا الصواريخ الإيرانية، النوبة سأجت لهم معضلة أخرى، الطائرات المسيرة الإيرانية. وحديث أيضا، أنا لا أؤيد ولا أنفي، حديث عن قيام هذه الطائرات بدور كبير في الحرب الأوكرانية، هكذا يقول الأمريكان. الإيرانيون ينفون، بس الأمريكان حتى هذه اللحظة يقولون هذه الطائرات المسيرة الإيرانية تقوم بدور كبير في تعديل المعادلة في هذه الحرب الأوكرانية لصالح الرئيس فلاديمير بوتين. فالعرض العسكري الإيراني، العرض العسكري اليمني، تهديدات بوتين، التعبئة، وين رايحين احنا؟ هل احنا بالفعل رايحين الى حرب عالمية؟
زين احنا في العراق ماذا يجب ان نفعل؟ الا اليس من الضروري ان نعزز من جبهتنا الداخليه وان نسارع في تشكيل حكومه قويه جديده كامله الصلاحيات؟ لا سمح الله بكره صار شيء. هسه انا شخصيا استبعد وقوع مثل هذه الحرب العالميه على الاقل الان، لان رغم كل هذا اللي داي تشوفوه بس اكو احساس بان الجميع يريد التهدئه، لا يريد خوض حروب شامله. دائما يريدون المعارك والحروب وحل الخلافات العالميه بالوكاله، يعني حتى الناتو و الولايات المتحدة الأمريكية يريدون يواجهون روسيا عن طريق دعم أوكرانيا. فإحنا إيش لازم نسوي؟ نبقى على هذه الفكرة؟ والله إحنا خاف يزعل فلان وخاف ما يزعل فلان وغيروا محمد الشيع السوداني رضاء لفلان ومحمد الشيع السوداني قام ب اخترق او خرق الدستور عندما اجتمع في الكافتيريا مع نواب وهو نائب، هينسوها، وعرض برنامج حكومته وكفر. ليش كفر؟ كتلة نيابية محترمة انسحبت من البرلمان، الرئيس هسه حتى في وسائل الاعلام بالمناسبة هاي المسولفتشية نسميهم المسولفتشية شو يقولون؟ يقولون ايش قال حضروا 40 واحد، يعني معناه يريدون يقللون من شأن محمد الشيع السوداني بدون ألقاب. هو طبعا هم ال 40 او ال 50 اللي حضروا هؤلاء الذين لم يرشحوا او اي لم يرشحوا محمد الشيع السوداني، يعني مو الاطار ولا الاكراد ولا السنه، لان يفترض بالاكراد الحزبين الرئيسيين والسنه ما يسمى بتحالف السياده، هذول ما لهم علاقة بالموضوع، أصلا ما لهم علاقة ببرنامج الحكومي لمحمد الشيع السوداني، هذول يجون يدخلون للبرلمان وينتخبون الرئيس كما أمرهم رئيس المخابرات التركي. فاللي حضروا منه؟ خب ما يحضرون الإطار، نواب الإطار لأن هو من نواب الإطار، فاللي يحضرون هذول الأربعين خمسين اللي عندهم ربما ملاحظات، وشفتوهم كلهم مستقلين يعني. كلهم ما لهم علاقة لا بالإطار ولا بالآخرين بالتيار وغيرهم مثلا. لا لا، التطورات مثيرة ومرعبة وخطيرة، لا أريد أن أخيفكم، لكن ما تعرف يعني. تعال شوف هذه الصحافة الغربية من تريد تحكي عن قضية تهديدات بوتين، هي نفسها أيضا تقلل من شأن هذه التهديدات، بس لا بس تقول بالنتيجة ممكن يصير شيء. شوف الجارديان على سبيل المثال تقول استراتيجية فاشلة تسمي هذه التهديدات، يضع فلاديمير بوتين رهانا خاسرا على أن المجندين الروس المحبطين، هكذا تقول، يمكن أن يقاتلوا الأوكرانيين الذين يدافعون عن وطنهم. لا يستطيع فلاديمير بوتين أن يعترف بأنه يخسر حربا، على الأقل الحرب التي كان يتوقع أن يفوز بها بمثل هذا النجاح السرير الذي يستحق أن يطلق عليه فقط عملية عسكرية خاصة. هو مو يسميها عملية عسكرية خاصة. المهم هذا الكلام مهم، الأمريكان البريطانيين يقللون من شأن التهديدات يهتمون فيها، هذا موضوع يخصهم، احنا علينا أن نهتم بوضعنا الداخلي. التعجيل بتشكيل حكومة، ولا يخوفوكم كل المظاهرات اللي تريد تطلع لعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، يعني تريد بقاء مصطفى الكاظمي، وحسبوها انتم، شوفوا مصطفى الكاظمي ايش فادكم لو ما فادكم. تجرأ ان يشيل صورة ابو مهدي المهندس ويذكره في خطابه، والعاقل يفهم. في أمان الله.